السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. سمعت يا شيخ، أنا شغال ببيع حاجات أونلاين، تمام؟ طيب. تمام يا شيخ. وبعد؟ شغال ببيع حاجات أونلاين. وبعد ذلك؟ قلبت منتج من بلاد الغرب، بس المنتج ده مش بيتباع في مصر ومحدش يعرف عنه حاجة، تمام؟ فأنا قلبت الشكل بتاع المنتج ده، بس المادة الفعالة مختلفة، والمنتج ده للشعر. يعني أليس هذا بالغش؟ ما أنا بسأل حضرتك عشان أعرف هل يعني أنا بشتري مثلا شيء مثلا أجنبي، شامبو مثلا اسمه دوف مثلا، مشهور، ماركة مشهورة ومجرب أنه جيد، فأنت جئت تحت السلم وعملت مصنع للتقليد، ماذا غش؟ بس هو يعني هو التقليد مش بهدف الغش. ما هو أنا بشتري منك هذا المنتج على أنه هذا المنتج هو الأصلي. يعني أنا جبت المنتج، استخدمت المنتج ده أو قلته عشان الفيديوهات الترويجية اللي أنا بعمل بيها إعلانات، تمام؟ بس هو الهدف من تقليد المنتج مش الغش او خداع الناس. ما الهدف منه؟ ماذا المنتج مش موجود في مصر ولا حد سمع عنه. طيب يعني انت بتعمل ايه بس؟ مش فاهم يعني. نعم، انا لم افهم يعني لماذا تفعل ذلك. شيخ دلوقتي عشان اجيب منتج واروج بيه اعمل اعلانات، ده محتاج تصوير ويعني محتاج تكلفه، تمام؟ فانا جبت فيديوهات جاهزه للمنتج ده الشركة اللي هي شغالة بيه بره وروجت بيها. بس هي روجت بيها لماذا؟ نعم؟ روجت بيها لماذا؟ روجت بيها على الناس على الفيسبوك. روجت بيها لسلعة معينة ولا إيه بس؟ مش فاهم. روجت للمنتج ده يا شيخ اللي أنا بقول لحضرتك اللي أنت مقلده. طب ما قلنا في الأصل إن هذا غش يا أخي في الأصل. هي الغش في إيه بالظبط؟ انك تجيب ماده غير الماده الاصليه، صابون لوكس مثلا. يا شيخ محدش يعرف المنتج ده في مصر ولا حد سمع عنه قبل كده. ده ممكن يكون حد سمع، انت الوحيد اللي سمعت عن المنتج العالمي. لماذا تقلده والناس لم تسمع عنه؟ تمام. طب بالنسبه للفلوس اللي انا كسبتها من المنتج ده، عفى الله ما سلف واستأنف الحلال فيما هو آتي. طب بالنسبه للمنتجات اللي لسه عندي بيعها بس. ابيعها؟ بيعها باسعار معقوله. طب دلوقتي يا شيخ لما في منتجات بتجيلي من شركة الشحن المرتجعات، تمام، بتجيلي غلط، يعني مثلا بكون شاحن منتج، تمام، الشركة بالغلط بيجيلي منتج غير اللي انا بعته للناس، تمام، فببلغ شركة الشحن ما يعني ما بوصلش معاهم لحاجة. فانا دلوقتي بالنسبة للمنتج اللي جالي غلط، هو ده بتاع حد تاني برضه شاحن منتج، فانا دلوقتي ما بيردوش عليا ولا المفترض اذا كان يعني استعمله ولا سيء ولا اعمل ايه بالظبط؟ ده مكان منتج لك انت ارسلته. والعميل ما استلموش، فدلوقتي شركه شحن جايه تردولي رجعت لي منتج مش بتاعي، بتاع حد تاني. هو المفترض ان يبقى معك سنه اذا كان من ذوات القيمه، لكن اشكاليه انك حرمت من منتجك انت. مره يجي لي التيشيرت، مره يجي لي قميص، مره يجي لي حاجه غذائيه. والله اذا كان يعني انا ببلغ شركه شحن بقول لهم ده مش بتاعي، ويعني شوف مين صاحبه عشان ارجعه كده، بس مش بيرد عليا ولا خلاص. استعمله مقابل سلعتك، وهم مسؤولون امام الاخر عن سلعته.